بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف السابع في درس جديد في دروسنا في مادة الجغرافيا، نتعرف به إن شاء الله على الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية. قلنا في هذه الوحدة سوف نتحدث عن الأخطار الطبيعية والبشرية التي تقع على الكرة الأرضية. فبدأنا درسنا بالحديث عن أو بدأنا وحدتنا بالحديث عن مفهوم التغير المناخي، وعرفناه بأنه الاختلال أو التغيير في الظروف المناخية المعتادة، وحكينا إيش هي أسبابه، وحكينا إيش هي نتائج التغير المناخي، وذكرنا بعض من الجهود الدولية التي بذلت لمعالجة التغير المناخي كعقد المؤتمرات، منها مؤتمر باريس الذي عقد في عام 2015. اليوم إن شاء الله رايحين نتعرف على خطر آخر من الأخطار الطبيعية الذي يهدد الكرة الأرضية، ومنها الأعاصير الفيضانات والانهيارات الأرضية. نبدأ درسنا بالحديث عن الأعاصير. ما هو المقصود بالأعاصير؟ الأعاصير تعرف بأنها عواصف أو حركات هوائية. إعصار، لما أنت بتشوف حركة هوائية سريعة شو بتحكي عنها؟ إعصار. إذن هي عواصف أو حركات هوائية بيكون شكلها حلزوني، بيكون شكلها حلزوني كما تظهر في الصورة، يعني تقريبا شبه دائري. حلزونية تنشأ بالعادة فوق البحار أو المحيطات الاستوائية. شو يعني الاستوائية؟ اللي هي البحار أو المحيطات اللي بتكون قريبة من خط الاستواء، وبتتجه، هي بتنشأ فوق البحار أو المحيطات وبتتجه، بتتوجه لوين؟ نحو اليابسة، مسببة دمار لكل ما يتعرض طريقها. ومن المسميات التي تطلق على الأعاصير التايفون والهاريكين والسايكلون. مرة أخرى، الإعصار هي عبارة عن عواصف أو حركات هوائية شكلها حلزوني، بتنشأ بالعادة فوق البحار أو المحيطات الاستوائية، بعدين بتتجه نحو اليابسة، مسببة دمار لكل ما يتعرض طريقها. ومن المسميات التي يطلق على الإعصار التايفون والهيركين والسايكلون. طيب الآن كيف تنشأ الأعاصير أو كيف تتشكل الأعاصير؟ هلا بدنا ناخذهم مع بعض على شكل نقاط. أول إشي، الإعصار بتشكل لما بتسخن المي في البحار والمحيطات اللي موجودة بالقرب من خط الاستواء. هاي المي بتوصل درجة حرارتها من 27 لغاية 30 درجة مئوية، تمام؟ سخنة هاي المي اللي موجودة في البحار والمحيطات وصلت درجة حرارتها من 27 ل 30 درجة مئوية. لما بتسخن هاي المي شو بدها تسخن؟ بدها تسخن طبقة الهواء الملامسة لها. هاي المرحلة الثانية، بتسخن طبقة الهواء الملامسة لها فيخف الضغط ويرتفع الهواء ويتمدد. بخف ضغط الهواء، لما بخف ضغطه بده يرتفع لأعلى وبده يتمدد، فبشكل عندي هون منطقة ضغط جوي منخفض. منطقة الضغط الجوي المنخفض شو بصير فيها؟ تنجذب إليها الرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفعة المحيطة بها، فبالتالي تهب عليها الرياح من كل اتجاه. مرة أخرى، المي اللي موجودة في البحار والمحيطات الاستوائية بتسخن، بتوصل درجة حرارتها من 27 ل 30 درجة مئوية. لما بتوصل درجة حرارتها هيك بدها تسخن طبقات الهواء الملامسة لها. لما بسخن الهواء بخف ضغطه الجوي وبتمدد وبرتفع لأعلى، هون بتنجذب إليه الرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفع، فبالتالي تهب عليه الرياح من كل اتجاه. آثار الأعاصير، هاي الأعاصير الحركات الهوائية الحلزونية اللي بتنشأ فوق البحار والمحيطات وبتتجه نحو اليابسة، إيش إلها آثار؟ أولا تسبب دمار هائل على اليابسة بسبب سرعة الرياح، بتسبب
دمار هائل على اليابسة. هاي الرياح اللي بتصاحب الأعاصير بتكون غالبا مصحوبة بالأمطار الغزيرة وتؤدي إلى الفيضانات والسهول. أيضا من آثار الأعاصير ارتفاع أمواج البحر فتغرق السواحل. هاي الأعاصير اللي بتكون على شكل حركات هوائية حلزونية وبتكون مصحوبة بالأمطار الغزيرة وبتكون مصحوبة بالرياح، بتؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر فبتغرق السواحل. الفيضانات، متى تحدث الفيضانات؟ تحدث هذه الفيضانات عندما تزيد المياه عن منسوبها الطبيعي. من الأخطار الأخرى التي تواجه الكرة الأرضية الفيضانات. متى تحدث الفيضانات؟ لما بتزيد منسوب المياه عن منسوبها الطبيعي، خصوصا في الدول اللي فيها كميات كبيرة من التساقط. زادت هاي المياه عن منسوبها الطبيعي في الدول اللي فيها كميات كبيرة من التساقط، فبالتالي بده يصير عندي أنا فيضان. ما هي أسباب حدوث الفيضانات؟ من أسباب حدوث الفيضانات زيادة مخزون السدود عن قدرتها الاستيعابية. السدود بزيد منسوبها عن قدرتها الاستيعابية، هي بتستوعب كمية معينة هاي السدود. لما بزيد مخزونها عن قدرتها الاستيعابية بده يصير فيضان. 2، ذوبان الثلوج في المرتفعات والمناطق الجبلية. الثلوج حكينا لما بترتفع درجات حرارة الأرض، بالتالي بدها تعمل على إذابة الثلوج. لما بتذوب هاي الثلوج بده يرتفع منسوب المياه، فبدي يصير عندي أنا فيضان. 3، تأثير أمواج تسونامي على المناطق القريبة من السواحل. المناطق الساحلية اللي بتكون قريبة من البحار والمحيطات، لما بتيجي أمواج تسونامي وبتأثر عليها بدي يصير عندي أنا فيضان. نتائج الفيضان، ما هي نتائج الفيضان؟ أولا، هدم المنازل وتشريد الآلاف من السكان وجعلهم بلا مأوى كما يظهر في الصورة. الفيضان بهدم المنازل، بشرد السكان، يجعلهم بلا مأوى. 2، تلف المحاصيل والمزارع. تلف المزارع والمحاصيل الزراعية، لما بتتلف بالتالي أنا بدي ينخفض عندي كمية الإنتاج الغذائي. 3، انتشار الأمراض والأوبئة في المناطق المنكوبة بين السكان. تنتشر عندي أنا أمراض وأوبئة في المناطق المنكوبة بين السكان. فنلاحظ بأن للفيضانات آثار سلبية. طرق الوقاية من الفيضانات، إيش هي طرق الوقاية من الفيضانات؟ إني أنا أتابع النشرات الإخبارية للجهات الرسمية وبتابع البلاغات الجهات المعنية مثل الدفاع المدني عشان أنا أخذ احتياطاتي. تنظيف وسائل تصريف المياه من أجل تسهيل عملية تصريف المياه. إحنا لما بصير مثلا عندنا فيضانات بمناطق معينة في الأردن، بتكون الجهات تصريف المياه مغلقة لأنه فيها نفايات أو عوادم. أنا لازم أعمل على تنظيف تصريف وسائل تصريف المياه. 3، عدم ربط مياه أسطح المنازل بشبكة الصرف الصحي. طيب الآن بدنا نتعرف على خطر آخر يواجه الكرة الأرضية، وهو الانهيارات الأرضية. ما هو المقصود بالانهيارات الأرضية؟ الانهيارات الأرضية هي تدفق الحطام والصخور والأتربة والحجارة من المناطق العالية إلى المناطق المنحدرة أو المنخفضة. في منطقة أنا بيكون في عندي فيها انحدار، بيكون في عندي فيها انحدار. هاي المنطقة بصير فيها تدفق في الصخور والحطام والحجارة من المنطقة المرتفعة إلى المنطقة المنخفضة، فبالتالي بصير في عندي انهيارات أرضية كما يظهر في الصورة. منطقة بتكون فيها انحدار، بتتدفق الصخور والأتربة والحجارة من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة. طيب أسباب حدوث الانهيارات الأرضية، ما أسباب حدوث الانهيارات الأرضية؟ أثناء هطول الأمطار الغزيرة
في المناطق الرطبة أو في المناطق الجافة. لما أنا بتسقط عندي أمطار غزيرة في المناطق الرطبة أو في المناطق الجافة، ممكن هاي الأمطار الغزيرة تأثر على هاي الأتربة أو الصخور وتعمل على تساقطها من الأعلى إلى الأسفل. تنين، بعد سقوط الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء. ثلاثة، بسبب الزلازل والاضطرابات الأرضية. لما بصير عندي أنا زلزال أو لما بصير عندي اضطرابات أرضية بصير عندي أنا انهيارات. أربعة، عدم استقرار الأتربة في سفوح التلال والمنحدرات. الأتربة بتكون غير مستقرة، التربة نفسها بتكون غير مستقرة، أي تأثير أو أي مطر أو أي حركة أرضية بتصير في عندي انهيار، بتسقط هاي الأتربة من الأماكن المرتفعة إلى الأماكن المنخفضة. خمسة، بسبب بعض الأنشطة البشرية. بعض الأنشطة البشرية بمارسوها على الطبيعة بتؤدي إلى سقوط الأتربة من الأعلى إلى الأسفل. هكذا نكون قد تحدثنا عن أسباب الانهيارات الأرضية. طيب، كيف لنا أن نمنع هذه الانهيارات الأرضية؟ كيف أنا بقدر أتحكم لدرجة معينة بهاي الانهيارات الأرضية وأمنعها؟ من خلال الاهتمام بتصريف المياه في المناطق المنحدرة والقريبة من المناطق السكنية. أنا مش لازم أترك أنه يصير أي انهيار أرضي بسهولة في مناطق فيها سكن أو فيها ناس، لازم أهتم بتصريف المياه. تنين، وضع الكتل الصخرية في قاعدة المنحدرات الشديدة. مش أحط الكتل الصخرية في المرتفعات، لا، بدي أحطها في القاعدة عشان ما تكون مهيئة لأي فرصة معينة إنها تسقط من الأعلى إلى الأسفل. هكذا نكون قد انتهينا من درسنا الثاني في هذه الوحدة، والذي تحدثنا به عن الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية. إلى لقاء في درس قادم نتحدث به عن أخطار طبيعية أخرى مثل الحرائق وموجات الحر. ويعطيكم ألف عافية على حسن استماعكم.